تمام شباب، اليوم راح ناخذ موضوع اسمه الفيكتور اناليسز. الفيكتور اناليسز هو الفيكتور شنو هو؟ احنا يعني هواية امور بحياتنا نعرفها، نقدر نعرفها عن طريق فد كمية محددة. يعني على سبيل المثال اقول لك هذا الشخص وزنه 73 كيلو غرام، او هذا الشخص وزنه 80 كيلو غرام، تمام؟ فهذا يعني معرف عن طريق الكمية، يعني كمية يحتاج اقول بيه في اتجاه معين؟ اكيد لا. فهاي هنا نسميه السكالار كوانتيتي. سكالار كوانتيتي از ذا كوانتيتي ويتش هاز اونلي ماجنتيود لايك لينث ويت فوليوم تمبرتشر، يعني درجة حرارة ما اعرف شنو الى اخره. الفكتر بينما الفكتر كوانتيتي يعني على سبيل المثال من اقول لك هاي السيارة تمشي بسرعة 70 كيلو متر بالساعة، تمام؟ هاي 70 كيلو متر بالساعة انت لازم تعرف بأي اتجاه قاعد تمشي، شمال جنوب شرق غرب او الى اخره، تمام؟ فهذه يعني هاي فكرة الفيكتور، انه تعرف كمية واتجاه. فالفيكتور كوانتيتي از ا كوانتيتي which has the both magnitude and direction in space such as a force speed او الى اخره، تمام؟ فهاي فكرة شنو؟ فكرة الفيكتور، انت عندك متجه معين على سبيل المثال نسميه في. الفيكتور عادة من نكتبه مثلا في، اوكي، نخلي فوقها سهم، اوكي، دي على مود يشير لنا انه هذا معناته بكميه وبي شنو؟ باتجاه. فهذا اللي نقصد به فيكتور. فانت من تشوف اي سهم فوق الحرف هذا معناته الحرف معناته فيكتور. واضح شباب؟ مثلا في يساوي لك اي البي. هسه راح نحكي على شنو الاي الى البي، تمام؟ فهو مثلا الفي هذا، مثلا هذا الخط طوله خلينا نقول 10 سنتيم واتجاهها باتجاه الشمال، هذا الخط خلينا نقول طوله مثلا 9 سنتيم واتجاهها باتجاه الشرق، هذا كذلك طوله مثلا خلينا نقول 6 سنتيم واتجاهها باتجاه الجنوب او الى اخره. فهاي فكره الفيكتور، انه فد شيء بكميه وباتجاه بنفس الوقت، تمام؟ زين، عندنا هنا بعض الملاحظات لازم نعرفها. مثلا ذا زيرو فيكتور، من اقول زيرو فيكتور معناته شنو؟ ما بي لا كميه ولا بي شنو ولا باتجاه. بس شنو من اقول زيرو فيكتور؟ يعني عادة نرمز له بالرمز صفر and has a arbitrary direction and writing as شنو؟ as صفر وفوقها خط، اوكي؟ فعادة نمثله بنقطة، عبارة عن point، مثل ما نشوفه هنا قايل لك the zero vector is just a point، تمام؟ ما بي لا كمية ولا اتجاه، بس امثله بصفر وفوقها سهم. اذا نعطيني two point مثلا اي احداثياته، الاي احداثياته اي 0 بي 0 سي 0، اوكي، تمام. والبي احداثياته هي شنو؟ هي مثلا على سبيل المثال اي 1 بي 1 سي 1، اوكي، هاي احداثيات الاي واحداثيات البي. ذا فيكتور وذ ريسبكت تو اي تو بي، اوكي، الفيكتور نسبه الى الاي الى البي. فايش راح نقول؟ من اقول اكو فيكتور بين هاي النقطتين، فايش راح اقول؟ راح اقول الاي وذ ريسبكت تو بي، فمعناته نقدر نقول مثلا بي ناقصا شنو؟ ناقصا الاي، نختصرها يعني. ونقدر يعني معناته شنو؟ الاي 0 الاي 1 ناقصا الاي 0، البي 1 ناقصا البي 0، السي 1 ناقصا السي 0. فراح نكتبها اي 1 ناقصا اي 0، تمام، وبي 1 ناقصا بي 0، و سي 1 ناقصا سي 0 الى اخره. بعدين راح يطلع لي فد قيم معينه، فراح تصير عباره عن ثلاث ارقام. هذا فيكتور من النقطه اي الى النقطه بي، متجه من النقطه اي الى النقطه بي، فدائما الثانيه ناقصا الاولى. زين، اما اذا كانت بالعكس، ذا فيكتور ابوف از ذا فيكتور ذات ستارت فروم اي اند اندينج ات بي. ذا فيكتور ذات ستارت فروم بي وينتهي بالاي اند اندينج ات، هنا المفروض اي، تمام؟ The vector that starts from the B and ends in A راح تصير العملية بالعكس، من ال B إلى وين؟ إلى ال A. فمعناته هنا راح تصير هاي بالعكس، معناته A0 ناقصا شنو؟ يعني إذا كتبناه هنا، تمام؟ فإذا قلت الفيكتور أو بدون هذا الفي، تمام؟ إذا قلت الفيكتور من ال B، سوري، إذا قلنا الفيكتور من البي للأي، فمعناته هذا يبدي من البي وينتهي بالأي، فأنا أنقص الأي 0 ناقصا شنو الأي 1، والبي 0 ناقصا شنو البي 1،
والسي زيرو ناقصا شنو السي ون وإلى آخره. تمام، هاي بس معلومات. فعلى سبيل المثال قايل لك إنه the vector from A اللي هو 2. ها بعد أكفر ملاحظة ثالثة نسيت أقول لكم إياها، ال A من ال A لل B هو نفسه من ال B لل A بس شنو عكس الإشارة، نفسه بس عكس الإشارة. ليش؟ لأن هي أكو ناقص بيناتهم فأكيد يصير شنو عكس الإشارة. اوكي زين، فذا فيكتور فروم اي نعطيك قيم الاي اللي هي ايش قد 2 سالب 7 و0 الى البي اللي هو شو يساوي لك 1 وسالب 3 وسالب 5. شو يريد على سبيل المثال اذا اراد الفيكتور من الاي للبي، فانت ايش راح تسوي هنا بهاي الحاله؟ اذا من الاي للبي فمعناته 1 ناقصا 2 فارز، لان يعني من الاي للبي يعني البي ناقصا الاي. تمام، فسالب 3 ناقص ناقص 7 فراح يصير زائد 7. تمام، وسالب 5 ناقص شنو ناقصا 0. فالفكتور اي الى بي ايش راح يساوي لك؟ راح يساوي لك سالب 1 بعدنا هنا 4 بسالب 5. اوكي، وصلت الفكره انه شلون اسوي الفكتور من الاي الى البي، فمعناته البي ناقصا الاي. اذا مثلا نعطينا سي الى دي فهي نفس الشيء من السي الى دي، فايش راح يصير عندك؟ نشوف بما انه هو الدي يعني من السي الى دي، فاذا الدي ناقصا السي فمعناته 2 ناقص 1 سالب 7. تمام، عندك سالب 7 ناقص فاذا زائد 3. اوكي، 0 ناقص فاذا 0 زائد شنو 5. تمام، فراح يصير 1 بسالب 4 5. هسه اذا تلاحظون هو هذا نفس القيم، نفس القيم بس بالعكس، فبالعكس طلعت نفس النتائج بس الاشارات مختلفة. يعني مثلا هنا انا 1 هنا سالب 1، سالب 4 4 5 سالب 5. فلذلك دنقول شنو؟ دنقول ال A B هو سالب ال B A، نفس القيم بس عكس الاشارة. تمام، هنا انا قايل لك نعطينا اكزامبل، كونسيدر ذا فيكتور بي كيو اند ار اس ان ذا ار 3. من يقول لك ار 3 معناته 3 دايمنشن. اوكي، معناته شنو؟ معناته 3 دايمنشن، 3 دايمنشن. فاذا ياخذ شنو؟ اكس واي وزد. تمام، فمثلا نعطيك البي 2 1 5 والكيو 3 5 7 والار 1 سالب 3 2 والاس هو 2 1 0. يقول لك داز بي كيو يساوي لك ار اس؟ هل البي كيو يساوي لك الار اس؟ شلون تعرف انه يساوي او لا؟ فانت تحتاج اول شيء تطلع البي كيو، بما انه البي كيو فمعناته 3 ناقصا 2 وعندك 5 ناقص 1 اوكي و7 ناقص 5. فايش راح يصير عندنا هنا؟ 3 ناقص 2 1 ب 4 ب 2. اوكي، خلينا نشوف الار اس، الار اس الار اس الفيكتور مالتنا فمعناته شنو؟ معناته الاس. تمام، الاس ناقصا شنو؟ ناقصا الار، ف2 ناقص 1 عندك 1 ناقصا 3 يعني فاذا 1 زائد 3 راح تصير. تمام، 0 ناقصا 2 فمعناته شنو؟ 0 ناقص 2 وعندك ناقص فراح يصير زائد 2 يعني 0 زائد 2. ايش راح يصير عندنا؟ 1 ب 4 ب 2. اذا هذا البي كيو ايش قد طلع قيمته؟ طلع 1 4 2، الار اس طلع 1 4 2. اذا من المساويات هو ده يقول لك شوف لي البي كيو يساوي لك الار اس لو لا. واضحه شباب؟ شباب سمعوني؟ واضحه عندكم عليها السؤال لحد الان؟ تمام زين، هسه راح نعرف شيء اسمه اليونت فيكتور. اليونت فيكتور فيكتور اوف لينث واحد، يعني فيكتور طوله واحد اس كولد يونت فيكتور. ان اكس واي كوردينيت سيستم ذا يونت فيكتور الونج ذا اكس اند واي اكسس از دينوتد باي اي وجي، يعني اللي باتجاه الاكس راح نرمز له اي، عفوا نرمز له اي، واللي باتجاه الواي راح نرمز له شنو؟ راح نرمز له جي. اوكي، والاكس واي بالاكس واي زد هيصير اي وجي وكي.
تمام؟ قيمته ايش قد يعني الاي قيمته 1 بالاكس 0 بالواي، الجي ايش قد قيمته 0 بالاكس 1 بالواي. الاي بالنسبه هذا بالنسبه لل2 دايمنشن، بالنسبه لل3 دايمنشن ايش راح يكون عندي؟ قيمه الاي 1 بالاكس 0 بالواي 0 بالزد، بالنسبه للجي 0 بالاكس 1 بالواي 0 بالشنو؟ بالزد. بالنسبة للكي صفر بالاكس صفر بالواي واحد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ للزد. فهذا بس يونت فيكتر، اريدك تعرف انه اللي باتجاه الاكس هو اي، اللي باتجاه الواي هو جي، واللي باتجاه الزد هو شنو؟ هو كي. تمام؟ عندنا بعض الملاحظات. All vector can be expressed as the linear combinations of the unit vector. اي فيكتور انا ممكن امثله 2D او 3D. فعلى سبيل المثال من قبل شويه مثلا من قلنا فيكتور يتكون من قلنا من اي 0 مثلا، الفيكتور اي يكون من اي 0 بي 0 تمام. فاقدر امثله اقول الفيكتور اي يساوي لك الاي 0 اوف الاي زائد البي 0 اوف شنو؟ اوف الجي. اوكي، مثل ما نشوف هنا الفي هو يساوي في 1 في 2 هو في 1 اي زائد في 2 جي. بالنسبة لل V يساوي V1 V2 V3 يساوي لك V1I زائد V2 J زائد V3 K. اوكي، لان ضفنا شنو؟ 3D، فنضاف عندنا ال K. Example مثلا write the vector 3 4 5 as a linear combinations of the unit vector. فانت شو تسوي قبل ال U؟ ايش راح تقول عليه؟ 3I زائد تخلي بيناتهم وليس فارزة، مثل ما هنا اكو فارزة، لا هنا راح يصير زائد 4 J زائد 5 K. طبعا اذا كانت هنا الاشارة على سبيل المثال سالب 4 فراح تصير 3 I ناقص 4 J زائد 5 K. تمام؟ زين. A unit vector UN for any vector A. هسه راح نشوفه. Definition the vector whose the magnitude is unity and along of the A is. اذا قال لك اريد مثلا على سبيل اليونت فيكتور اليو ان فور اني فيكتور، فتقول هو اليو ان يساوي لك الاي هو قيمه الفيكتور على مطلق الاي. مطلق الاي شلون اجيبه؟ يعني اذا انت مثلا عندك الفيكتور اي هو قيمته اي 0 بي 0 سي 0 على سبيل المثال، فمطلق الاي شنو راح يكون؟ راح يكون تحت الجذر اي 0 تربيع زائد بي 0 تربيع زائد شنو؟ سي 0 تربيع. اوكي، فراح اقدر احسب شنو راح تطلع عندي؟ ماجنتيود، راح تطلع عندي قيمه هنا حقيقيه وليس بها اي وجي وكي، راح اتخلص من الاي وجي وكي، بس هو يبقى لان باعتبار انه شنو؟ اكو اي لي فوق. تمام؟ بس كمطلق يعني مطلق الرقم راح يطلع رقم حقيقي. فيقول لك فايند ذا فيكتور اي دايركتد فروم ذا، يعني على سبيل المثال يقول لك فايند ذا فيكتور اي دايركتد فروم ذا بوينت 2 سالب 4 تو ذا بوينت 0 سالب 2 0 and Cartesian coordinate and find the unit vector along the A. من يقول لك اريد the unit vector along of the A، فانت اول شيء شو تريد توجد؟ توجد الفيكتور A. الفيكتور A دي يقول لك يبدي من النقطة هاي وينتهي بالنقطة هاي، فإذا هاي النقطة الثانية، فراح تكون عندي صفر ناقصا شنو؟ ناقصا اثنين، خلي فارزة، سالب اثنين ناقص سالب اثنين ناقص أربعة، ويجيها ناقص صح يصير زائد أربعة. عندك صفر ناقص واحد، مو تمام؟ لان باعتبار من هاي البوينت الى هاي البوينت، فراح يصير عندك سالب اثنين، عندنا هنا اثنين بشنو؟ بسالب واحد، هذا الفكتر اي وجدناه. او اقدر اكتبه بغير صيغه، اقول سالب اثنين اي زائد اثنين جي ناقصا كي، ما يحتاج اكتب الواحد، ممكن تكتبه بهاي الصيغه، ممكن تكتبه بالصيغه الاعلى، اثنيناتهن صحيحه. زين، هسه انا ايش اريد؟ اريد اليونت فيكتور. اليونت فيكتور اللي هو اليو ان، شنو قانونه؟ يقول لك الاي داش على شنو؟ على مطلق الاي. زين، مطلق الاي انا بعدني ما حسبته، مطلق الاي راح احسبه هنا. أنا مطلق الاي شو يساوي لك؟ تحت الجذر سالب 2 تربيع زائد 2 تربيع زائد الكي هو سالب 1 تربيع، فراح يصير عندنا شنو هنا؟ 4 زائد 4 زائد 1، فراح يصير عندنا تحت الجذر 9 ويساوي لنا شنو؟ 3. فمطلق الاي حسبته، فراح اكتب هنا الفكتور اللي هو 2 اي زائد 2 العفو ناقصا 2 اي زائد 2 كي 2 جي ناقصا كي على ايش قد؟ على 3. فراح يصير عندنا 3 على العفو 2 سالب 2 على 3 اي زائد 2 على 3 جي ناقصا 1 على 3 شنو؟ كي.
تمام، واضح؟ واضحة شباب؟ نعم استاذ واضح. اوكي، حد عنده سؤال لحد الآن؟ استاذ هسه هو هنا بالمثال انطيتنا ثلاث ارقام اي مثلا هسه 2 وسالب 4 و1، فاستخدمنا الجي مرتين وبعدين الكي، هم ينطينا اربع ارقام؟ لا ما يصير، هو 3 دي احنا بدنا نشتغل، يعني 3 دايميشن، يعني ما عندنا بعد رابع. بس 3 اي بس 3 لو 2 لو 3، ماكو. يعني لو 2 لو 3، تمام تمام هاي شكرا استاذ. تمام 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 وضحت زين. هسه يعني عندنا يقول لك الانفيرس فيكتور، اوكي الانفيرس فيكتور، الانفيرس فيكتور هو ان انفيرس فيكتور از ا فيكتور اوف ايكوال ان ماجنيتيود تو ذا اوريجين بس ذا اوبسيت دايركشن. يعني معناته شنو؟ هذا يعني هذا فيكتور تمام مساوي بالمقدار ومعاكس بالشنو؟ معاكس بالاتجاه، مثل ما نشوفه هنا هسه من الاي الى البي هو مساوي بالمقدار بس معاكس بالاتجاه، فالاي اوف البي احنا حكينا عليه قبل شويه يساوي لك سالب البي اوف الاي، والاي اوف البي زائد البي اوف البي اوف الاي يساوي لك صفر. يعني هاي قاعده خليها لك تمام. راح نجي هنا نبدي نحكي على الفكتور ارثمتيك، نبدي العمليات الرياضيه مال الفكتور، شلون تجمع فكتورين تمام، شلون تطرح فكتورين، شلون نسوي دوت برودكت، شلون نسوي كروس برودكت او الى اخره. اوكي زين، نجي على اول موضوع اللي هو addition of the vector. نعم اي نعم هي مسجله. تمام، فاذا تريد تجمع اي فيكتورين يعني مثلا في هذا الاول، مثلا في الاول اوكي يساوي لك شنو؟ في 1 في 2 في 1 في 1 في 2 في 3. بس ثواني شباب تمام. فمثلا عندك هذا ال في في 1 في 2 في 3 ودبليو يساوي لك دبليو 1 دبليو 2 دبليو. طبعا هاي عباره عن ارقام بس هو بده يعطيك اياها المختصرات للتوضيح. اذا تريد تجمع في 1 ودبليو فراح تجمع، يعني اذا تجمع الفي العفو ويا الدبليو تو فيكتورز، الفيكتور الاول اسمه في والفيكتور الثاني اسمه شنو؟ اسمه دبليو، فراح تجمع في 1 زائد في 2 والعفو في 1 زائد دبليو 1 في 2 ويا الدبليو 2 والفي 3 ويا من؟ ويا الدبليو 3. 4V فبالتالي الـ يعني ال 4V A يساوي لك يعني A1I زائد A2J زائد A3K، والW هو B1I زائد B2J زائد B3K. إذا تريد تجمعهن فراح يكون A1 زائد B1 وراح يكون الهاي اليونت فيكتور مالتها هو الـ I والـ A2B2J والـ A3B3 اللي هو شنو؟ اللي هو الـ K. تمام؟ بس يعني هاي جمعناها كأرقام، بس كما قلت لك كاتجاه شلون نجمعهن؟ تمام؟ عندنا طريقتين للجمع على مود تجمع ال there are two method to geometric interpolation تمام of additional of additional or subtraction of two vectors. اول طريقه يسموها triangle method. the sum of the vector يعني اذا عندك يعني هذا الفيكتور هذا اتجاهه تمام وهذا الفيكتور هذا اتجاهه، شلون تجمعها؟ اذا تريد تجمع، اذا تريد تجمع ال v زائد ال w فايش راح تسوي؟ ال v راح تخليه بمكانه مثل ما موجود تمام، وين ينتهي؟ راح تخلي ال w. هسه هذا كان هنا يعني مثل ما نشوف هذا كان بهذا الاتجاه وهذا بالاتجاه، فالفي خليناه وين ما موجود والدبليو وين ما انتهى خلينا الدبليو، وراح اجمع عن طريق يعني المربع مالتي اللي هو يسوي لك الفي زائد الدبليو، نشوف اتجاهه وين راح يكون. اوكي
فهاي طريقة يسموها التراينجل، تراينجل ميثود. على سبيل المثال هسه هنا نعطيك يو وفي ودبليو. اليو يعني بهذا الاتجاه مثل ما نشوفه، اوكي، وعندك شنو وراها زائدين الفي. الفي وين هنا، وين انتهى؟ اخلي انا هنا. فاذا المجموع مالته ايش حيكون؟ المجموع مالته راح يكون هذا، مو تمام؟ هذا اللي راح يساوي لك باعتبار انه هذا اليو وهذا الفي، اوكي، فهذا اليو زائد شنو؟ زائد الفي. هذا بس كاتجاهات يعني على ما تعرف وين التوجه مالته. زائد الدبليو، الدبليو هذا وين انتهى؟ انتهى هنا. الدبليو وين شارته؟ بهذا الاتجاه، فاذا الدبليو راح يكون بهذا الاتجاه. اوكي، هذا الدبليو راح يكون بهذا الاتجاه. هذا شنو هو؟ هذا الدبليو. مجموعة من تجمع وياها، لازم تجمعها ويا هذه. فش راح يكون عندك هنا من هاي النقطة إلى هاي النقطة؟ راح يكون عندك هذا الفي زائد اليو زائد الدبليو، تمام؟ هذا بس كاتجاه، يعني معناته مجموع هذه الاتجاهات راح يكون بهذا، راح يمشي بهذا المسار. واضح؟ زين، إذا عندك أربعة بعد مثل ما نشوف هنا، مثلا اليو بعدين جمع ويا الفي بعدين جمع ويا الدبليو مثل ما شفنا قبل شوية، أوكي، وبعدين أجمع ويا الزت. وين ما ينتهي أنا أخلي الزت، أوكي، بعدين هذا راح من نقطة البداية إلى نقطة النهاية راح يطلع عندي اليو زائد الفي زائد الدبليو زائد الزت. أنت شنو دا تجمع كمتجه؟ وين دا يتجه؟ يعني إحنا متفقنا الفكتور هو عبارة عن شنو؟ الفكتور عبارة عن اتجاه يعني وماجنتيود، يعني قيمة واتجاه. فأنت كاتجاه تجمعها بهاي الطريقة. وأكو طريقة ثانية على مود تجمعها يسموها الكومبليت ذا باراليلوغرام. هاي شنو الطريقة مالتها؟ الطريقة مالتها كل يعني كل فيكتور تخليه بنقطة واحدة. يعني هسه هذا الفيكتور أخليه بهذا الاتجاه، الذيل مال كل فيكتور تجمعها بنفس النقطة، بعدين تنقطها وين ما يوصل هو هذا يكون الاتجاه مالته. على سبيل المثال هسه هذا اليو بهذا الاتجاه، اوكي، والفي بهذا الاتجاه، اجيب الذيل مال هذا الفي واخليه ويا الذيل مال هذا الفي، تمام؟ فراح يصير عندي هنا أنا اوصل هذا هيك وهذا اوصله هيك، وين ما يتوصلون ها راح نقول عليها هذا الاتجاه مالته، تمام؟ فهاي طريقتين احنا مو كلش راح نستخدمها، بس يعني الى فائدتكم تحتاجوها ان تعرفون وين دا يتجه، تمام؟ زين، يقول لك اذا تريد تجمع اي فيكتور ويا نفسه سيفرال تايم عده مرات، فما يحتاج تكتب اول زائد ثاني زائد ما ادري شنو، فتقول الان اوف الاي. الان يعني عدد، مثلا خمس مرات تجمع الفيكتور ويا نفسه فتقول 5 اي، اوكي؟ او تقدر تقول اي زائد اي زائد اي لان توصل الى 5، فهي اثنيناتهم نفس الشيء، تمام؟ بالنسبه للسبتراكشن اوف فيكتور، يعني عمليه طرح الفيكتور، جيفن تو فيكتور مثلا، نعطينا الفيكتور في1 في2 في3، الفيكتور اسمه في وفيكتور اسمه يو، قيمه يو1 يو2 يو3 او الى اخره. فاذا تريد تطرح ان هي نفس عمليه الجمع، بس الفرق انه هي الاشاره راح تدخل وين؟ على اليو. اذا في ناقصا يو فالاشاره تدخل على اليو، اذا يو ناقصا في ناقصا في فالاشاره وين تدخل؟ على الفي، اوكي. وبالنسبه للطرح نفس الشيء، بالنسبه للطرح نفس الشيء، تمام؟ بالنسبة للطرح هو نفس الشيء، يعني اليو ناقصا الفي، انت وين متجه؟ هذا اليو، بعدين بهذا راح تخلي الفي وراح توصله. بس شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ بما انه هو بالسالب، شوف يعني لا ركز لي شوية هنا، هذا الفي بهذا الاتجاه، تمام؟ وبالنسبة بما انه هو بالسالب فراح تخليه بالعكس، عكس نفس الكمية بس عكس الإشارة، تمام؟ نفس الكمية بس شنو؟ عكس الإشارة. فلذلك هو الفي بهذا الاتجاه خليناه بالاتجاه المعاكس، تمام؟ فهي نفس الطريقة. أو حتى إذا هاي اليو فالفي راح تخليه بالاتجاه المعاكس، بعدين توصل بيناتهم راح يطلع لك المتجه مالته. واضح شباب لحد الآن؟ حد عنده سؤال؟ لا سؤال، ماكو سؤال، الله يكرمك، تمام.
زين، راح نجي نحكي على السكالر مولتبليكيشن. يعني انت سكالر، يعني مثلا هذا الفكتور اذا يعني تضربه في سكالر معين، نقول سكالر يعني مثلا ضربته في 5 فهذا راح يتضاعف 5 مرات، ضربته في 3 راح يتضاعف كم مره؟ 3 مرات او الى اخره. زين، هذا يعني هذا السكالر يعني رقم ثابت 5 6 7 2 1 نص الى اخره. فمن اي فيكتور تضربه في سكالر فمعناته هذا الرقم يدخل على قيمه الاي والجي والكي. اوكي، يدخل على قيمه الاي والجي والكي. فمثلا الكي ضربته في الفي، فالكي راح ينضرب في في1، راح ينضرب في في2، راح ينضرب في الفي3. على سبيل المثال هسه السي هنا انضرب في الفي فيكتور في، فراح ينضرب في قيمه الفي1 اللي هي بالاي، والفي2 اللي هي بالجي، والفي3 اللي هي وين؟ اللي هي بالكي. تمام؟ ده يقول لك اف، يعني اف في ان ان 0 اوكي، اف في از ان ان 0 فيكتور، كي از ان ان 0 سكيلر، ذين ذا برودكت سكيلر مولتبليكيشن. فده يشرح لنا انه الكي من ادخله شلون ادخله على اللينث مال الكي. هنا ده يقول لك هو از ذا لينث كي تايم، the length of the v هو is the direction in the same. فيقول لك هو يبقى نفس ال direction بس اللي يختلف هنا، هو يبقى نفس ال direction بس اللي يختلف هنا بس الطول مالته. اوكي، يعني اللي يختلف هنا بس الطول مالت الفكتور. فلذلك هو خلاه شنو؟ خلاه يعني مطلق. من اقول مطلق يعني بدون اشاره، يعني كله موجب. يعني حتى اذا ضربت في سالب 2 فمعناته راح يتضاعف مرتين بس بالاتجاه السالب، الاشاره هنا راح تختلف. اوكي، مثل ما نشوف هنا عندنا في فيكتور ضربناه في 2 هو تضاعف بمقدار 2، ضربناه في 3 فتضاعف، هو بقى نفس الاتجاه بس كطول تضاعف 3 مرات، ضربناه في نص فصارت قيمته نص بس بنفس الاتجاه، ضربناه في سالب فهو بقى نفس الكمية بس بالسالب، ضربناه في سالب 2 فمعناتها تضاعف بس بشنو؟ بالاتجاه السالب. واضحة؟ زين، نجي نحكي هنا عن يعني خصائص، عن خصائص ال نجي نحكي هنا عن 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 خصائص ال السكالر. اوكي، خصائص السكالر يعني اول شيء عمليه الديستريبيوتيف. ديستريبيوتيف عمليه التوزيع، يعني اذا عندك سكالر كي زائد دي تضربه في في، تقدر تجمعهن بعدين تضربه في الفكتور، او تقدر تضرب يعني الفي يعني يتوزع وين؟ على الكي وعلى الدي، اثنيناتهم صحيحه. عندك كذلك اذا مثلا انت عندك فيكتور واحد، يعني العفو سكالر واحد ينضرب بفيكتورين مجموعه، فكذلك يقدر يتوزع هنا وهنا، اثنيناتهم صحيح. هاي خصائص ممكن تفيدك. زين، associated of a product of scalar with the scalar multiplication. فعلى سبيل المثال انت الكي في الدي تضربه في فيكتور هو نفسه اذا ضربت الدي في الفيكتور وبعدين ضربته في الكي، فاثنيناتهم صحيحه. هاي عمليات يعني المفروض تعرفوها بالعملية الجمع والطرح او الى اخره. زين، اذا تضرب يعني by one does not change، يعني اي فيكتور تضربه في واحد فما راح يتغير اي شيء، واحد في فيكتور فهو يبقى نفسه. اي يعني سكيلر واحد، اي فيكتور تمام تضربه في صفر فمعناته يبقى الناتج زيرو فيكتور، واحنا عرفنا زيرو فيكتور هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن بوينت. زين، اذا تضربه في سالب واحد فمعناته شنو؟ معناته يبقى نفس الناتج بس تصير الاشاره بالعكس، فالاتجاه راح يكون اتجاه معاكس. واضح؟ فهذا ال يعني هذا هو الخصائص مال فيكتور. Properties of vector algebra. If v و w و u are the vectors and b are two numbers. ها تمام، فده يقول لك خصائص الجمع او الهاي. اذا انت v زائد w هو نفسه w زائد v، هاي نعرفها احنا. اليو زائد v زائد w هو نفسه اذا تجمع اليو زائد v بعدين بالw، هاي الخصائص معروفه. اي رقم تجمعه ويا الصفر فهو يبقى نفسه. تمام؟
اي رقم تجمعه في واحد عكس الاشاره فهو صفر. اي زائد بي هاي حكينا عليها هنا، تمام، اي زائد بي في الفي هو نفس الاي في الفي زائد البي في الفي، فهي اثنتا صحيحه. هنا يعني كاتب لك بروف دا يثبت، تمام، بس تمام شباب ده. تمام، ف فهذا البروف ما مطلوب من عندكم حاليا، لانه بس دا يثبت لك عمليه الجمع شلون تصير، فهو ما مطلوب من عندك انت كمهندس، ما مطلوب من عندك بروف، بس الرياضيات يحتاج الى بروف على مود يثبت هاي العمليه. تمام، فدا يقول لك let v هو الاي i زائد a1 i زائد a2 j زائد a3 k، والw هو b1 b2 b4، يعني هذا 2 فيكتور. فالفي يساوي لك الدبليو اذا كان عندك الاي يساوي لك البي، يعني الاي 1 يساوي لك البي 1 والاي 2 يساوي لك البي 2 والاي 3 يساوي لك البي 3، فمعناتها هاي الفكترات متساويه. على سبيل المثال نعطينا هنا اكزامبل فايند يو، اوكي، يو زائد ان في فور يو، نعطيك اليو ايش قد قيمته، نعطيك قيمة اليو هي يساوي لك 3 اي زائد 4 جي، اوكي، والفي يساوي لك سالب 2 اي زائد جي. فدي يقول لك هنا اذا تريد تجمع هاي التو فيكتور، فانت بكل بساطة اليو زائد يعني اليو زائد الفي ايش راح تساوي؟ يعني 3 ناقص 2 اوف الاي زائد ايش عندك 4 زائد 1 اوف الجي، فراح يصير عندك 1 زائد شنو زائد 5 1 اي زائد 5 جي، فراح يصير هنا هنا 3 زائد 4 اي، ها هنا هنا طبعا شويه مطولها بس هي بالنتيجه اي زائد 5 جي مثل ما نشوف هنا، اوكي، او تقدر تكتبها بهاي الصيغه 32 صيغ صحيحه. هنا نعطيك يعني شويه دا يقول لك 5 في 3 اي زائد 2 جي، هاي بالنسبة لليو، وبالنسبة للفي ايش قد راح تساوي لك؟ سبعة اي زائد ثلاثة جي. اذا اريد اجمع هن اليو زائد اليو، اول شيء خلي داخل الخمسة على القوس، هذا مو سكيلر، يعتبر سكيلر، فراح يصير عندك شنو 15 اي زائد شنو 10 جي. هسا اذا تجمعهن اليو ويا الفي بعد ما دخلنا السكيلر، فراح تصير 15 زائد 7 راح تصير 22، يمكن طرح هي بينات مو اي، هو هنا يريد طرح، فشويه يعني ما راح تصير 22، راح تصير عندنا راح تصير عندنا شنو عندك 15 ناقص 7 راح تصير عندك 8 اي، وعندك 10 ناقص 3 فراح تصير عندك زائد 7 جي، اوكي تمام. هنا أنا شوية نطولها، حاكي لك بالتفاصيل، إذا تحب تطلع على التفاصيل شوفها مثل ما أنت تريد. فهنا أنا إيش دي يقول لك؟ دي يقول لك does اليو يساوي لك الفي، قيمة اليو هي سالب 2 بواحد، وقيمة الفي هي سالب 2 بواحد، بما أنه يعني الاثنين يساوي لك الاثنين، الواحد يساوي لك الواحد، فمعناتها متساوية. أوكي؟ because اليو 1 يساوي لك سالب 2 وفي 1 يساوي لك سالب 2. واليو اليو 2 يساوي لك 1 واليو 2، فهي مثل ما قلنا بما انه هي متساوية. زين هاي اليو 5 ب 3، 3 ب 5 هنا معكوسة، فإذا هاي غير متساوية، لأن اليو 1 لا يساوي لك الفي 1 واليو 2 لا يساوي لك الفي 2، فإذا هي شنو؟ غير متساوية. زين بدنا نحكي على الماجنتيود أو اللينث، ذا ماجنتيود أور لينث أوف ذا فيكتور الفي في 1 في 2 في 3 إز دينوتد. إذا تريد تحسب الماجنتيود، أنا قلت لكم الماجنتيود مال اي قيمه يعني هاي، فشو تسوي؟ تقول الفي 1 تربيع زائد الفي 2 تربيع زائد الفي 3 تربيع، اوكي تمام، فهي راح تكون بهذا الشكل. البروبرتيز مال الماجنتيود هي يعني هاي هنا، اذا تحبون تطلعون عليها الفي دوت الفي يعني الدوت برودكت، فهي الفي تربيع، ماجنتيود مال الصفر هو صفر، الماجنتيود تمام يكون اكبر او يساوي لنا صفر، مستحيل يطلع اقل من الصفر لان اكو تربيع، حتى اذا سالب راح يصير موجب. تمام، الماجنتيود راح يساوي لك صفر اذا كان عندي زيرو فيكتور، واللي قلنا عليه يعني حكينا عليه زيرو فيكتور. تمام، زين
ال في زائدين اليو اصغر او يساوي، ها هنا شوي بس هاي انتبهوا لي على هاي الخاصيه، يعني هاي مجرد الك اذا تطلع عليها. اذا تجمع الفكتورين وتوجد الماجنتيود مالتها، هو ما يساوي، يعني ما يساوي اذا توجد ماجنتيود الاول ماجنتيود الثاني بعدين تجمعها. هسه هم راح نشوف مثال. كذلك اذا تضرب يعني يعني تو فيكتور وتوجد الماجنتيود مالته، هو كذلك يطلع اقل او يعني اقل او يساوي، او يساوي شو وقت يساوي اذا كان صفر، اذا توجد ماجنتيود الاول وماجنتيود الثاني. وعندنا مثال يمكن هسه عليه صراحه نشوفه. فهنا هو هنا يعني مثال يقول لك فايند ذا لينث اوف ذا فيكتور، نعطيك فيكتور يريد يوجد اللينث مالته ويقول لك اريد اوجد الماجنتيود مالته، الاثنيناتهم صحيحة. فإذا توجد الماجنتيود مال ال في، فراح تقول تحت الجذر سالب واحد تربيع زائد ثلاثة تربيع زائد اثنين تربيع، فراح يصير عندنا تحت الجذر واحد زائد تسعة زائد أربعة، راح يطلع عندنا 14 تحت الجذر. فهذا إذن اللينث أو الماجنتيود مال هذا الفكتر. أوكي زين. فهنا أنا أقول لك هذا اللي حكيت لكم عليه، إنه أني إذا عندي يعني سيدا أوجد عندي تو فيكتور اجمعهم بعدين اوجد الماجنتيود مالتين واوجد ماجنتيود كل واحد ما راح تطلع متساويه. على سبيل المثال نعطيك فيكتور الاول اللي هو 3 0 0، ايش قد الماجنتيود مالته؟ تحت الجذر 3 تربيع زائد 0 تربيع زائد 0 تربيع، فراح يطلع الماجنتيود مالته راح يكون 3. عندنا يعني فيكتور اخر، فيكتور اخر الماجنتيود مالته يعني القيمه مالته سالب 2 0 0، فسالب 2 تربيع زائد 0 زائد 0، فراح يطلع الفكتور مالته هو 2. اوكي زين، مجموع ايش قد راح يصير؟ راح يساوي لك 5، يعني مجموع هذا الفكتور ويا هذا الفكتور راح يطلع لك 5. بينما اذا اجيت انت جمعت هذا الفكتور ويا هذا الفكتور، فايش قد راح يصير عندك؟ راح يصير عندك 3 ناقصا 2 تمام، يعني اذا تجمعها انت و0 زائد 0 و0 زائد 0. اوكي فراح يطلع عندنا ايش قد؟ راح يطلع عندنا 1 0 0. اوجد لي الماجنتيود مالته، فراح يكون عندك 1 تربيع زائد 0 تربيع زائد 0 تربيع، فايش قد راح يطلع عندنا؟ راح يطلع عندنا 1. فاذا هذا لا يساوي هذا. اوكي بس هاي الملاحظه خلوها يمكم. 2 and 0 vector are equal، شو وقت انا اقول equal if you have the same magnitude and the same direction، يعني ممكن مساوي بالمقدار بس ما مساوي بالشنو؟ بالاتجاه. فعلى سبيل المثال هذا الفكتورين ما متساويه، ليش؟ لان لا متساويه بالمقدار، يعني العفو الها نفس الدايركشن نفس الاتجاه بس مختلف بالماجنتيود، هذا اكبر من هذا. بينما هذا متساوي بالمقدار بس الاتجاه ما متساوي به، فاذا نقول هذا غير متساوي تمام. بينما هذا متساوي بالمقدار ومتساوي بالاتجاه، فاذا راح نقول عليها هذني متساويات. فلازم تتوفر عندنا خاصيتين، الماجنتيود كذلك شنو يعني قيمه واتجاه. واضح شباب؟ حد عنده سؤال؟ زين، انتم ماخذين الفكتور شباب سابقا؟ زين. لا بالمرحلة الأولى. هو بالمرحلة الأولى. لا لا. تمام. زين هسه هسه راح نحكي على الدوت برودكت. الدوت برودكت من أنت تريد تضرب أي تو فيكتور، بس النتيجة مالتنا راح تكون عبارة عن رقم كامل. تمام، يعني دوت برودكت من تضرب اي تو فيكتور مع بعض فراح يطلع لك رقم يعني اعتيادي ما بي اي وجي وكي. فعلى سبيل المثال يعني نعطينا فيكتور اسمه في، يعني قيمه في 1 في 2 في 3، وفيكتور ثاني اسمه دبليو 1 دبليو 2 دبليو 3. اكو فرق بين الدوت برودكت واكو فرق بين الكروس برودكت. هسه راح ناخذ الدوت برودكت وبعدين ناخذ الكروس برودكت. فذا تريد في دوت يو او دبليو، العفو لان هنا دبليو، فالناتج مالتك راح يكون في 1 تمام في الدبليو 1 زائد في 2 في الدبليو 2 زائد في 3 بالدبليو 3 وهكذا تمام. فمن تجمعها هسه هذا رقم وهذا رقم وهذا رقم، تجمعها يطلع لك رقم صحيح. اوكي
فيعني هذا شارح لك انه شلون. فمجرد يعني اذا اكو دوت برودكت تضرب الاول في الثاني زائد الثاني في الثالث زائد الثالث في الرابع، تلاحظ ذا اقول زائد، فده راح يختلف يعني العفو راح يختفي الاي والجي والكي. بروبرتيز اوف دوت برودكت، اليو دوت الفي هو نفسه الفي دوت اليو، مثل عمليه الضرب الاعتياديه. اذا عندك سكيلر في اليو بعدين تضربه في الفي، فهو نفسه اذا تضرب اليو في الفي تضربه دوت برودكت، تمام، بعدين تضربه في السكيلر فهو نفس الشيء. اذا كان عندك دوت وجمع فعادي تقدر توزع اليو على هذا القوس. اوكي، اي فيكتور نان زيرو، عفوا العفو زيرو فيكتور تضربه في اي فيكتور راح يطلع لك الناتج صفر. اليو دوت في يساوي لك صفر، تمام. اذا كانت عندك اليو دوت الفي يساوي لك صفر فمعناتها هاي متعامده هاي الفيكتورين. اوكي، اذا طلع الناتج مالتها صفر فمعناتها شنو؟ معناتها متعامده. الاس في اليو دوت الكي في الفي، فهو تقدر تضرب الاس في الكي يعني هالسكالر بعدين تضربه في اليو دوت الفي. اوكي، فهاي الملاحظات يعني خليها يمك. زين، هسه نعطينا فد اكزامبل خلينا نحله ونشوف. ده يقول لك اليو يساوي لك 2 2 سالب 2 والفي 5 8 والدبليو سالب 4 ب 3. يريد اليو مثلا دوت الفي، اوكي، هذا اليو وهذا الفي، فمعناته ايش تساوي؟ 2 في 5 10 زائد سالب 2 في 8 سالب 16، فاذا سالب 16 والناتج مالتي راح يكون سالب 6. هاي باختصار، هذا في هذا زائد هذا في هذا، لان اكو شاره سالب فخلينا سالب. زين، نعطي مثلا اليو دوت الفي في شنو؟ في الدبليو. انت اليو دوت الفي طلع عندك سالب 6، تضربه في سالب 6 تضربه في شنو؟ في سالب 4 ب 3. هنا يعني من تضربه ثلاث مرات راح يرجع عباره عن فيكتور، فسالب 6 في سالب 4 راح يطلع عندك 24 24 سالب 6 سالب 18، تمام، باعتبار انت اليو دوت الفي طلعت الناتج مالته قبل شوي طلع عندك سالب 6. زين، يو دوت 2 في، فانت تضرب هذا في 2 فراح يصير عندك 10 16، اوكي، صارت عندك، تضربها في 2 في سالب 2 فالناتج عندك 10 في 2 راح يكون عندك 20، 16 في سالب 2 فراح يكون عندك سالب 32، راح يطلع الناتج مالتك سالب 12. اوكي، هاي الحلول موجوده عندكم بالتفاصيل اذا عجبكم تطلعوا عليها، تمام. فالدوت في شيء كلش سهل، تضرب الرقم الاول يعني جماعه الاي في الاي والجي في الجي زائد الجي في الجي والكي في الكي، تمام، يعني عمليات الضرب الاعتياديه. بالدوت برودكت اي يونت فيكتور تضربه في نفسه راح يعطيك الناتج واحد، اي يونت فيكتور تضربه في يونت فيكتور اخر فيكون النتيجه صفر. هسه اي دوت اي راح يطلع لك النتيجه واحد، جي دوت جي واحد، هاي بس للاطلاع اطلعوا عليها قد تفيدكم. الكي في الكي يساوي لك شنو؟ واحد، والبقيه شنو هي؟ كلها عباره عن اصفاره. اوكي؟ زين. يا هي اول وحده حليتها قبل شويه اليو دوت الفي. هسه انا راح اقول لك، انت عندك اليو ايش قد؟ 2 بسالب 2 مو تمام؟ والفي ايش قد؟ انت معوض عنها ب 10 يا استاذ. هاي قصدك؟ اي بالضبط. هسه انا اقول لك ليش، ب 5 ب 8 مو تمام؟ فانت تضرب الاول في الثاني فراح يطلع الناتج مالتك ايش قد؟ 10 زائد او ناقص سالب 2 في 8 فصار سالب 16، عرفت؟ هذا ضربنا في هذا طلع الناتج 10. وضحت الفكرة؟ نعم. تمام. زين، بالنسبة للبروجكشن مثلا نعطيك الاي and the B are a vector projection of B into A. شوي دريتكم تركزون. إذا projection B into A، من نشوف أول اسم يعني أول حرف خليه هو الكبير، اكتب برود خليه هو الكبير،
والاي هو الصغير. اوكي أصلاً نعم نعم من عنده سؤال شباب؟ استاذ محمد عبد الكريم، المايك ماله مفتوح وما يدري بيه، ده يقدر يضغط من يمك. سده سده هو. يلا تمام تمام فانت من اللي يقول لك يعني الاي اند البي فيكتور ذات بروجكشن بي انتو اي. اريدك تركز لي شويه. بي انتو اي خلي البي الكابيتال يعني الكبير والاي هو الصغير. القانون مالته هو اي دوت البي هذا ثابت، يعني الفيكتور الاول تضربه في الثاني دوت. جوا تخلي مطلق الحرف الصغير تربيع وتضربه في فيكتور الاي اللي هو الصغير. يعني لو قايل لك انا اريد بروجكشن من الاي الى البي، فراح تخلي الاي هو الكبير والبي هو الصغير. فايش راح يصير؟ راح يصير عندك اي دوت البي هذا ثابت، جوا راح تخلي مطلق الصغير تربيع في الصغير. اوكي هذا قانون شوية طلعوا عليه، يعني قد يجيكم عليه مسألة او الى اخره. زين نعطينا فد اكزامبل. Determine the projection of vector b. فاذا البي هو شنو؟ هو الكبير. تمام انتو فيكتور اي هو الصغير، فراح تكتب بروج. تمام شنو هو القانون؟ انت راح تقول اي تمام دوت البي على مطلق الاي اللي هو الصغير تربيع في فيكتور الاي. واضح؟ زين هنا ايش حسوي؟ تحتاج تطلع، تحتاج تطلع الاي دوت البي. الاي دوت البي راح تجي 2 2 في، يعني الاي دوت البي ايش راح يساوي لك؟ عندك 2 في 1 2 زائد 1 في 0 0. زين سالب 1 في سالب 2 ايش راح يصير عندنا؟ زائد 2. فالاي دوت البي ايش راح يساوي لك؟ راح يساوي لك 4. طلعنا هذا اول مطلب. بقى مطلق الاي، مطلق الاي ايش راح يساوي لك؟ تحت الجذر وين الاي؟ 1 تربيع زائد 0 تربيع زائد سالب 2 تربيع. تمام شباب؟ ف يعني انت تريد تطلع مطلق الاي، فهو انت تشوف قيمه الاي اللي هي 1 تربيع زائد 0 تربيع زائد سالب 2 تربيع، فراح يصير عندنا 1 زائد 4، فراح يصير تحت الجذر 5. زين هسه تيجي تحط القانون مالتنا راح نخليه، فراح انت اي دوت البي ايش قد طلع عندك القيمه مالته؟ 4. تمام هنا مطلق الاي هو طلع 5 تربيع، يعني جذر الخمسه تربيع، فراح يصير عندك 5. وراح تحط مالت الاي يعني قيمه الاي، فراح يصير 1 0 سالب 2. اوكي فايش راح تسوي؟ راح توزعها، راح يصير 4 على 5 صفر هو اصلا سالب 2، فراح يصير سالب 8 على ايش قد؟ على 5. تقدر تكتبها بغير صيغه، تقدر تقول 4 على 5 اي زائد 0 جي زائد سالب 8 على 5 كي. اثنيناتها صحيحه. واضحه شباب؟ احد عنده سؤال؟ يعني الى هنا يعني المحاضره الجايه راح ناخذ الكروس برودكت. تمام نشرح لكم عليه ان شاء الله وناخذ عليه امثله ونكمل نستمر محاضرتنا. اذا ما عندكم سؤال انا بدي انهي محاضرتنا.